العربية السعودية التي شنت حربا على اليمن، هذه الحرب امتدت إلى شهر، إلى سنة وشهرين وأكثر. فإن شاء الله العربية السعودية في هذا الشهر تعلنه شهر السلام وتكف عدوانها عن الشعب اليمني. طيب. وكذلك أيضا ما يحصل في العراق، وكذلك أيضا المعارضة في سوريا عليها أن تجنح إلى السلم وإلى السلام وحتى تنتهي الحرب في سوريا، وهكذا أيضا في جميع البلدان الإسلامية. الأمم المتحدة قبل أيام أدخلت التحالف الذي شكلته العربية السعودية في اللائحة السوداء، يعني هؤلاء ليسوا مسلمين ولكن أخذتهم الغيرة، وأعلنوا أن السعودية والتحالف السعودي هو في اللائحة السوداء لأنه قتل الآلاف من الأبرياء من الأطفال والنساء وهدم الكثير من المراكز الصحية والمساجد والمراكز الدينية والأثرية. وإن كان بعد أن دفعت وهددت السعودية بالمال بالترهيب المالي تراجعت الأمم المتحدة عن هذا الموقف. فإذا العدوان واضح، هو عدوان سعودي على الشعب اليمني. وبالتالي نحن علينا أن لا نكون، أن لا تأخذنا العصبية، لأني أنا سعودي أو أنا، لا تأخذنا العصبية، أن نقف مع الشعب اليمني.